هاي هاي، المفروض يهديك مو العكس. يعني الكسم بيناديها هي وما نادانا احنا؟ كيف يعني نجود؟ شمس مو وقتك الحين. ولا عشان هي صديقتك؟ انا فكرتك اصلا بروفيشنال. بروفيشنال اللي هو يلا. تخطينا مرحلة المراهقة وللحين مشاكلي تتمحور على ماما وبابا؟ تبين مشاكلي؟ تفضلي خذي منها. والله ان في ناس تحلم مشاكلك. الو؟ الو ليان، وينك؟ يلا ارجع بسرعة، ولا تبين ابوك يجي يشدك من شعرك؟ طيب يما ان شاء الله. واذا جيتي قولي انك كنت في الصالون. والله لو يدري ابوك انك طالع بيت احلى يذبحك. وين فيصل الثاني؟ يعني انتم ما قررتوا تطلعون الا اليوم؟ ما اعرف وين فيصل، ونجود راح تجي معي. ايش؟ كيف تجي معك؟ اقول لك ابوك جاي. طيب عادي جاي تزورني. اقول يلا تعالي بس بلا عناد. بليز بليز تعالي معي، ما ابغى اجلس لحالي معهم. الحين بتسافرين انت وفيصل السنه الجايه؟ اها، اذا قبلوا في البعثه. طب ليه ما تقدمين انت؟ ممكن، اهم شيء ادرس الشيء اللي احبه. اصلا انا ما رحت لاني ما اقدر اروح من غيره. طيب واذا ما قبلوا وش بتسوين؟ ايش؟ اكيد بيقبلونه، فيصل عبقري. عبقر الزمن، ما غير جالس عند الباب كأنه بواب. لا تنخدعين بالمظاهر، ترى فيصل حتى إذا ما راح المدرسة يجي بتفوق. جينات حبيبتي. واو واو، الزبدة أنا بمشي، نعست. واي خلاص طفيت برقد. خليك تصبحين على خير. نشوف مو في شيء. باي. سكري الباب جود. هلا عمي. ما شاء الله كبرتي والله، صايره طولي. خبرك اول ما رحت لامريكا هلا طولك. لا عاد مو لهالدرجه، يمكن انا اللي قصرت، لان يقولون في ناس اذا كبرت تتقلص اجسامهم. ايش دعوه عمي، توك في عز شبابك. يعني اقدر الاكمك؟ يبيلك بس شويه تمرينات وتصير روكي. جود تصبحين على خير. يلا رايحه خالتي. لا تنسين تلبسين العبايه. سلمي لي على الوالدة. إن شاء الله خالتي.